هذا يا سيدي بن سيد على عام من هدوك العوام، أيام الشهي بالعالة والعيلة تلتم على ديك العالة، والقلوب مجبورة والدنيا بأخبارها المسرورة، وضحكة تكون طالعة من وسط الخاطر، في خيار الشتاء والمطر ختم السماء، والدعوة طالعة من القلب، يا ربي أعطينا الخير والهناء. في حوش عمي صلاح كانت عمتكم منويرة حاطة هديك العالة وجنبها سابات الخبازة بالزيت وتحمس في الكاكاوية على الكانون، والصغيويرة حايطين بها، كل واحد شاد طويستة ويستنى في الكاكاوية الطيب، وتقعد تحكي لهم وتنصح فيهم هذا حرام وهذا عيب وهيك ما يجيش، ردوا بالكم يا صغيويرتي، وهذا حالهم كل عشية. انويرة كانت عندها جارتها حلومة، كل عشية تجي تهدرز عندها وتجيب في اخبار الجيران من كل مكان، وما مخلية حد في حالة كان من كان، دواويها كلها على فلان أطرالها وعلان أجرالها، وحي ما ريتيش ولا أسكتي ساكتة، قصدك يا جويرتي ما سمعتيش، أمالها كانت شوفي بنت مبروكة جارتنا كانوا بدت تخدم ممرضة، هذا ما ناقص نخلي بنتي تبات في المستشفى ويقولوا بنتها ديما من تلفة، لا يا وخيتي والله ما يكتبها علي زمان، ونخلي بنتي يدو فيها فلان وعلان وتقعد سيرتها في كل زمان، أمال المنكوبة نورية يا كيتها والله كية، قالوا بنيتها اتطلقت وهي عريسة، هناك من تتطلق وهي عروسة شهر كان مش العيب منها، الباقي هو راجل مصنع منع ما يعيبها شيء، الدور والباقي عليها اللي في جاوة فيها وخلاص، ونورة ديما تنصح فيها يا جويرتي ما يجيش هكي، عيب عليك وهو الدنيا يوم ليك ويوم عليك، والزمان يدور وما يدوم حال، فك علينا هالدواوي واشقي بيهمك، كل منا عند هم ما يلتم، وكل واحد وكيف جاياته، راهو عندك صغيويرة يدور عليها من زمان، وتلقي لي درتي شدي لسانك يا حلومة، راهو يا داير يا لاقي، خافي ربي وفكينا تربحي، وهي في قلت لا يا ماما أنا ما قلت شيء من عندي، أنا نقول في الحق وصغاري صح قاعدين صغيرين، لكن ربيتهم أحسن رباية وما حد يقدر يطولهم ويقول عليهم حرف، يا ماما أي والله صغار حلومة دارهم مضمومة وسيرتهم معلومة، غير اسمعي فكيني منك توا من فلاحتك وقولي لي حق ولد منيرة محبوس قالوا شادينا يخنم، وأنا نقول منينها رزق اللي نزل عليهم تاريتها من الخنبة ومال الأحرام خلاهم بنو بناية تقول حش السلطان، المهم كان هذا حال حلومة ديما، كل ما تمشي لنويرة تقعد غير تعجب وما عجبها عجب، وتنفع بعد ربي وما سالك من إنسانها حد، لأن نويرة في يوم من الأيام تضايقت وخافت يدور عليها زمان، من كتر ما سمعت لدواوي حلومة وقلت لها يا جويرتي أنا والله ما عاد قادرة نتحمل هالدواوي وتقطيع الناس، سامحيني كان بتقعدي على طبعك هذا هكي والله ما عاد نقدر نستقبلك، وحظ الله بيني وبينك أنا عندي صغيويرة والله أعلم، زي ما تحكي لي على فلانة وعلانة أكيد تحكي لهم عليا، وسيرتي بين الجيران معبية ومليانة، ما هو اللي يقول لك يقول عليك، انقطعت العلاقة والأخبار والنويرة وحلومة معاش يواصلوا في بعض، وديك في دار وهدي في دار، برا يا زمان وتعالى يا زمان، كبروا الصغار نويرة ولدها الكبير دكتور مصلي عنبي والوسطي إمام جامع، وبنياتها تزوجوا رجالة من خيرة العائلات، وحلومة أم الدواوي صغارها كبروا وكل واحد سيرته على كل لسان، لأن لحمك يرعش وتقولي يا ستير الله المستعان، بنتها طلقت من أول أسبوع وطلعت عليها سيرة شينة، ومعاد حط طق عليهم باب، وولادها واحد في الحبس من 3 سنين وواحد سافر وما في من يندري عليه، حي مع الحيين ولا مات مع الميتين، وهذه حلومة دار عليها زمان وبدت مكروهة من اللي كانوا أحباب وجيران، واللي دارتها القاتة، وصدقوا ناس زمان لما قالوا عجب يعجيب لأن تشوف ما تجيب.